اليوم أشرفت على تسيير الجلسات التي كانت مبرمجة في هذه الجامعة الخريفية المنظمة لفائدة المؤسسات السجنية، وما فاجأني كثيرا وهو المستوى الرفيع لنزلاء المؤسسات السجنية. بطبيعة الحال كانت هناك عروض قيمة للسادة الأساتذة المنحدرين من الجامعات ومن الأوساط المهنية، ولكن الذي أضفى قيمة حقيقية وطرح أسئلة عميقة للتفكير هم نزلاء المؤسسات السجنية الذين شاركوا. والكثير من الأسئلة التي طرحوها هي أسئلة فلسفية بطبيعتها تسائل المجتمع، أولا عن مكانة المؤسسة السجنية، عن علاقة المؤسسة السجنية بالمجتمع، وأيضا عن اندماج المؤسسة السجنية في التحولات التنموية الكبرى التي المغرب بصددها. لا شك أنه الآن المغرب كسائر الدول يدخل العالم الرقمي، وفاجأني كثيرا أن نزلاء المؤسسات السجنية يدركون ما هي التحديات المطروحة على مستوى المؤسسات السجنية بالنسبة للمغرب في العهد الرقمي. يبدو لي بأن التعليم عن بعد الآن حل أو قام بحل الكثير من المشاكل التي كانت مرتبطة بضرورة الحضور، وحتى على مستوى الامتحانات الآن الكثير من المشاكل التي حلت. الآن الكرة في يدي أو في مرمى القطاعات الحكومية المسؤولة عن التربية والتعليم من أجل أن تمنح فرصة لجميع نزلاء المؤسسات السجنية وتمكينهم من متابعة دروسهم، سواء تعلق الأمر يعني بالتخصصات العلمية أو بالتخصصات القانونية وغيرها. وهذا الأمر بطبيعة الحال يجب أن يكون مندمجا في إطار رؤية كاملة ورؤية شمولية تروم اندماج السجناء في هذه التحولات التي يشهدها المغرب. لا يمكن وما عاد من المقبول أن يبقى الإنسان في مؤسسة سجنية لا تعطى له فرصة أو إمكانية تغيير مصيره وتحديد اختيارات جديدة. الأمر الآخر وهو أنه الآن انطلاقا من اتفاقية مناهضة أشكال التمييز العنصري، لا بد أن نعرف بأنه كل من يتعامل مع سجين بعد قضائه عقوبته السجنية على أساس أنه سجين سابق إنما يمارس نوعا من التمييز ضد فئة مهمة من المجتمع المغربي.